من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال لوقا البشير: ابتهج يسوع بالروح القدس فقال: أعترف لك يا أبتي رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وأظهرتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنك هكذا ارتضيت. لقد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن يريد الابن أن يظهره له. ثم التفت إلى تلاميذه وقال لهم على انفراد: طوبى للعيون التي تنظر ما أنتم تنظرون، فإني أقول لكم إن أنبياء وملوكا كثيرين أرادوا أن يروا ما أنتم تنظرون فلم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون فلم يسمعوا. حقا والأمان لجميعكم.